يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. من قطاع غزة من مدينة رفح وجه التحية إلى المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا. أعرفكم على نفسي، أنا الصحفي صبحي أبو زيد، أعمل مع الإعلام المغربي منذ أكثر من 20 عام، بداية من قناة الدوزيام انتهاء في القناة الأولى، لحتى الآن أعمل على رأس عملي مراسل القناة الأولى من فلسطين. أنا أعيش في قطاع غزة في ظل ظروف إنسانية لا يعلمها إلا الله، والجميع يعلمها عبر شاشات التلفزة، ونقلت الكثير منها من هذه المعاناة. أعيش أنا وأسرتي في هذه الخيمة في ظل وضع إنساني صعب جدا، قلة المياه، قلة الغذاء، بالإضافة إلى الخوف الدائم لأطفالي ولزوجتي ولأسرتي من صوت القذائف والصواريخ المتواصلة الذي يتساقط علينا ليل نهار في قطاع غزة. أستغل هذا الفيديو في هذا اليوم، في هذا الفيديو أن أوجه ندائي إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره الله، الذي معروف بكرمه وعزمه ومساعدة المواطنين في كل مكان. بما أني أنا مراسل الإعلام المغربي وخاصة القناة الأولى، أوجه له هذه المناشدة الإنسانية، أنا وأسرتي من داخل خيمتي في مكان نزوحي بعدما هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلي بالكامل في غزة في منطقة تل الهوى. أوجه له النداء: يا جلالة الملك، يا سيدنا، أوجه لك هذا النداء أن تنظر إلى حالتي أنا وأسرتي كصحفي إعلامي عملت مع الإعلام المغربي لمدة 20 عام، أن تساعدنا بالخروج من قطاع غزة. وهذا أقل القليل الذي أتمناه، أن أخرج أنا وأسرتي سالما، أنجو أنا وأسرتي من هذا الموت والإبادة الجماعية التي نتعرض لها. أتمنى أن تصل رسالتي لك وأنت، فأتم الصحة والعافية، وأن يلقى هذا طلبي الاستجابة من سيادتكم جلالة الملك. وأتمنى في القريب العاجل أكون أنا وأسرتي خارج قطاع غزة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم من فضلكم جلالة الملك. تحياتي لكم، وأتمنى أن تصل رسالتي. صبح أبو زيد من فلسطين.